وفي شباك فريق سفراء السلام. إذا نتابع هذه الكرة كلنا مع المنتخب العراقي، وأمنياتنا أن تهتز شباك سفراء السلام. تعود الكرة لنشأت أكرم، نشأت في التمريرة داخل منطقة الجزاء، استقبال من محمد علي كريم، محمد ينجح في المرور وإمكانية الهدف، إمكانية الهدف والهدف يأتي. انتظرنا الهدف العراقي والهدف العراقي يأتي في هذه اللحظات عن طريق اللاعب هوار ملا محمد، يضع الكرة في سقف المرمى ويسعد الجماهير العراقية الحاضرة في ملعب سان سيرو. انتظرنا الهدف العراقي والهدف العراقي جاء في هذه اللحظة. إذن المنتخب العراقي يتمكن من إحراز هدف في هذه المباراة، مسمى هذا اللقاء هدف من أجل الحياة، والهدف العراقي جاء في هذه اللحظات. الكل سعيد، الصغار والكبار من العراق سعداء بهذا الهدف، ونحن سعداء بهذه الهدف الجميل. انطلاقة كانت من محمد علي كريم، مر الكرة، تمكن من التخلص بطريقة رائعة. أمامنا الإعادة وأمامنا المرور، نجح في المرور وفي الإفلات من جانب المدافع، وهيأ الكرة ناحية هوار، هوار استقبل وسدد ووضع